عبر الهاتف اتصال ومداخلة النائب السابق علي درويش. صباح الخير استاذ علي. صباح الخير ست كلارا لك ولكل ضيفك ولكل مشاهدي الجديد. شكرا. تابعنا صباحا كنا عم نحكي كمان مع استاذ توني انه كانت مفاجأة ومش مفاجأة، كانت المفاجأة انه من ثالث نهار يعني يومين استشارات دغري ثالث نهار رئيس ميقاتي ورقة الحكومة حاضرة وطلع على قصر بعبدة سلمة لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية هل كان حاضر ولا كانت مفاجأة بالنسبة له انه الحكومة حاضرة؟ تفاصيل اكثر معك، وماذا سلم الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية تحديدا؟ يمكن بعتقد الدعوة الجامعة من كل الأصدقاء أنه تسريع الحكومة يتلقف الرئيس ميقاتي بكل جدية، وبعتقد اليوم ترجمة من خلال تشكيلة حكومية صارت عند فخامة الرئيس. هذا الأمر بيعكس فعليا أنه رغبة جدية عنده بتسريع موضوع تشكيل الحكومة. نعم. هلا المضمون بالنسبة لها قد يكون هذا الأمر بعهد دولة الرئيس وفخامة الرئيس، لأنه بالنهاية اثنينهم المطلعين على تفاصيله، إنما بالرسم العام يبدو قريبة على الحكومة الحالية، لأنه بالنهاية حكومة تصريف الأعمال في مهمات كانت ملقاة على عاتقها ولا تزال، وبالتالي استكمال الملفات. نعم. هذا أمر بعتقد يعني أحد العناوين اللي أشار إلى دولة الرئيس ميقاتي بالاستشارات. نعم. فعمليا في عنا تشكيل هذا الأمر، يعني العنوان الأساسي هو تسريع الأمر لأنه عنا 4 شهور لتاريخ الاستحقاق، بالإضافة أنه هذا الأمر كمان بيخلي الجميع يلمس جدية عملية يعني المساعدة بتشكيل، لأنه هذا من مصلحة الجميع، ولا فريق بعتقد بلبنان يرغب باستمرار حكومة تصريف أعمال وخاصة على أبواب انتخابات رئاسية حاليا. نعم، لماذا لم يكن هناك مثل السابق مشاورات بين الرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية برأيك قبل تقديم هذه يعني الورقة الجاهزة، واللي يبدو أنه ما صار في حديث مع رئيس الجمهورية أكثر من تقديم الورقة والخروج في انتظار الرد؟ بعتقد عامل الوقت هو احد العوامل، وبالتالي كمان حتى تقديم يعني التشكيله حاليا هي عباره عن مشاوره، وبالتالي يعني رئيس الجمهوريه اكيد راح يكون في عنده جواب، وهذا امر بحد ذاته يعتبر مشاوره بموضوع التشكيله، لانه بالنهايه عامل مثل ما حكينا عامل الزمن عامل اساسي. نعم. فتقديمه بحد ذاته هو بالنهايه اكيد رئيس الجمهوريه راح يكون عنده راي وراح يبدي هالراي بشكل واضح، وبالتالي هذا الامر بحد ذاته يعتبر عمليه مشاوره. نعم. بعد عن ذلك يمكن مثل ما قلت لك عامل الزمن وعامل الوقت هذا امر اساس، وبعتقد يعني انه فورا بعد يومين من الاستشارات النيابيه غير الملزمه وتكون التشكيله بالقصر الجمهوري، هذا بدل فعليا انه عن رغبه الجميع وعن رغبه خاصه رئيس الحكومه المحلية. طلعت عليها يسرع، طلعت شيء على الورقه او تشاورتوا مع الرئيس ميقاتي؟ شخصيا حتى اكون فاضي لا، ما في معطى تفصيلي حول الامر، لو اراد الرئيس ميقاتي يعني ابراز هالامر كان ابرزه بمحله، بعتقد خلال فتره زمنيه قصيره راح تتكشف، بس مثل ما قلت بالخطوط العريضه. نعم. هي يعني الى حد ما قريبه من الحكومه الحاليه. في تغيير يعني كم اسم تقريبا برايك؟ قد يكون ذلك، نحطه احتمال، قد يكون ذلك. تغيير اسماء فقط؟ يعني هي حكومه سياسيه تكنو سياسيه، شو التغييرات اللي فيها؟ كون مفترض تكون تشابه الحكومة، وهذا عم بحكيك بالتحليل بحيث يعني بالإطار العريض، لأنه المضمون عم أقول لك عند الرئيسين. نعم. بس قد يكون أنه بالنهاية مشابهة للحكومة، إن كان على مستوى الأسماء وكيفية هالأسماء، يعني أنه هي إلى قريبة من بعض القوى السياسية، إنما بعض منها غير محاذب، فبالتالي بعتقد أن هي الحكومة متوازنة ما بين هالمعطيين، ليست أنه حكومة سياسية بيور وليست حكومة تكنوقراط بيور. نعم. أستاذ توني بدي أسألك سؤال قبل ما أستكمل موضوع مختلف. أستاذ علي، بس سؤال يعني بنفهم منك ما راح نعوز وساطة الصهرين جبران باسيل ومصطفى الصلح تنرجع، يعني هل تخطى الرئيس ميقاتي الحاجة لهيك نوع من الوسطات، أم عم بيحاول يزرب رئيس الجمهورية وجبران باسيل؟ اللي فيني أقول بالإجمال يعني صيغة الرئيس ميقاتي دائما يعتبر حسن النوايا هي ما يحكم، فبالتالي هو يعتمد حسن النوايا. ثانيا بالنهاية أكيد الجميع قدام مسؤولياته، لأنه الرئيس المكلف أكيد عنده وظيفة أساسية اللي هي تشكيل هذه الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، فبالتالي هو قام بواجبه وقدم هالتشكيلة، وهذا عبارة عن يعني تشاور، لأنه أكيد فخامة الرئيس راح يكون عنده جواب، بس كمان يعني بالنهاية ما في يتحمل مسؤولية الجميع، كل مين بده يتحمل مسؤوليته، وبعتقد الجميع هلا لهم مصلحة إنه يكون في عندنا حكومة بأسرع وقت ممكن، لأنه بالنهاية مش كلهم لهم مصلحة،
مش كلهم لهم مصلحة على كل حال. أنا برأيي لهم مصلحة، حتى بالعمق لهم مصلحة. نعم. ما حدا له مصلحة باستمرار حكومة تصريف عمل، لأن شو الخيارات المتاحة ست كلارا؟ شو الخيارات المتاحة أمامنا؟ الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال اللي هي ذاتها وقادرين نعمل اللي بدنا إياه فيها، إذا لا سمح الله صار في فراغ رئاسي. ما بعتقد فين يعملوا اللي بدهم إياه فيها بالنهاية، لأنه حكومة تصريف العمل أولاً عندها صلاحيات مجتزأة وعندها صلاحيات بالحد الأدنى، فبالتالي أي قرار بدها تاخذه بده يكون قرار يعني دون المطلوب، وخاصة بمرحلة عندك كمية هائلة من المعطيات اللي بتقول انه عندك قرارات اساسية تاخذيها. نعم. اقتصاديا واجتماعيا والى اخره. نعم. ثانيا يعني بعد 4 شهور افضل لكل الافرقاء، ومعلش هذا عم بحكيكي بالتحليل وبالمنطق. نعم. هل انه يكون عندك حكومة كاملة الصلاحية او حكومة تصريف اعمال حتى للعهد حتى لفخامة الرئيس، يعني هل انه يكون عندنا حكومة كاملة بها ما تبقى بالاربع شهور ولا حكومة؟ انا برايي لا، انا بروح باتجاه انه الكل له مصلحة يكون عندك حكومة كاملة الصلاحية. نعم. استاذ علي، الشرق الاوسط اليوم اوردت في معلوماتها ان الرئيس ميقاتي يحمل في جعبته مفاجآت تنشد تصويب المنهجية والاقتراحات واردة في خطة التعافي. ما صحت هذا الموضوع؟ هناك يعني توجه مختلف، يمكن ما يكون هالقد في نقمة من المودعين على هذه الخطة. المؤشر كان مبارح من خلال استقبال المجلس الاجتماعي الاقتصادي حتى بالاستشارات، فبالتالي نعم. رئيس ميقاتي عنده خطة، وبعتقد صارت يعني أقرت بشكل واضح، إنما مش خطة منزلة وليست خطة ثابتة غير قابلة للتعديل. نعم. فقد يكون في معطيات جديدة بعدة مواضيع، بما فيها مواضيع المودعين والمصارف ومصرف لبنان، لأنه هي تلحظ بشيء أساسي منا هذا الأمر، فقد يكون في موضوع تعديلات على هذه الخطة بما يتلائم مع يعني إلى حد ما موضوع عنوان المودعين تحديدا وكيفية استعادة أموالهم، وموضوع إعادة هيكلة المصارف أو تنظيم العمل المصرفي بالمرحلة اللاحقة. فهذا أمر وارد، لأنه هذه الخطة موجودة، إنما لا شك أنه ستخضع للتعديل بكل الأحوال، ستخضع للتعديل إن كان بمجلس النواب أو حتى من قبل الحكومة. هل لديك معلومات عن أبرز نقاط هذه الخطة؟ نحكى عن $100,000 وما دون، يمكن قبضهم، عن شطب $60 مليار من توظيفات الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي وغيرها. هل هناك معلومات محددة بتقدر تأكد لنا إياها؟ في معطيات ذكرها دولة الرئيس نجيب ميقاتي بأحد المقابلات يعني تفصيليا، أنه هيدي بالنهاية في موضوع $100,000 اللي هي تعتبر أحد المؤشرات، لأنه آخر شيء المودية ستجزأ إلى شطور. نعم. وهيدي الشطور بتحدد يعني آلية التعامل مع كل شطر على 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 حدة، وبيعتبر الشطور الأعلى يمكن يعني كان الحفاظ على صغار ومتوسطي المودعين، هذا كان أمر أساسي لأنه بيعتبروا هدول الناس الأكثر حاجة، بس كمان ما بيغفل عن كبار المودعين اللي هن كمان رافعة اقتصادية بهذه المرحلة. كان في آلية العمل بين حيث السحب، يعني آلية سحب المبالغ على مستوى الفريش ماني من حساباتهم حتى يكون في عندهم فعليا إعادة لاسترداد أموالهم بالقيمة الفعلية السوقية، مش بقيمة أقل على سبيل المثال على 8000 أو على أي سعر صرف اللي هو أقل، فعلى أي سعر صرف بمحل معين. نعم. نعم. في كان تحديد شطور بالنسبة للمودعين، بس مثل ما ذكرت أنه هذا الأمر غير مثبت بشكل نهائي ولم يقر بشكل نهائي. هذا الأمر كان المسودة الأساسية لهذه الخطة اللي هي تخضع أكيد لآراء أخرى، وتخضع كمان لتعديلات إن كانت احتاجت لتعديلات منطقية وعملية بالظروف اللي عم نعيشها. نعم. بس كلارا فينا نقول كمان أنه آخر شيء لن تطبق هيدي الخطة إلا في حال كان عندنا عدة شروط: استقرار، رغبة فعلية من كل القوى السياسية بإجراء الإصلاحات الجوهرية المطلوبة على الكثير من، يعني يكون في عندنا مجموعة قوانين اللي هي مفترض تبصر النور خلال فترة زمنية قصيرة تواكب هيدي الخطة. نعم. وعندك مراسيم ستصدر عن الحكومة اللبنانية بما يتلائم مع عملية آلية تطبيق هيدي الخطة، فبالتالي نعم. هيدي الخطة مشروطة بعدة شروط مترابطة لا يمكن فصلها عن بعض البعض، فبالتالي بدك تهيئي للجو والأرضية إن كان السياسية أو القانونية أو الدستورية لآلية تطبيقها بمرحلة قادمة. فنعم هي خطة أصبحت جاهزة، إنما لا يمكن القول إلا أن ممكن تتخضع لموضوع التعديلات بما يتلائم بمنطق اقتصادي سليم. نعم. النائب السابق علي درويش، أنا بشكرك على هذه المداخلة.